السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إخوان السلام عليكم ورحمة الله. هي تفجيرت جماعة، تفجيرت جماعة كبيرة بزاف كتوسط الأطلس المتوسط، نزولا عند رغبة بعض الإخوان أبناء المنطقة. نحاول نصور لهم هذه التفجيرت هذه إن شاء الله يشوفوها، نحاول نزوميها. انتما كتشوفوا ما شاء الله زوينة، جاية في واحد الموقع كتحط بها الجبال، موقع حصين جدا. هي كتشوفوها تبارك الله ما شاء الله، منطقة زوينة معروفة بالتفاح الدرجة الأولى، وكاين شحال هادي كيدير البطاطا وكيدير الخضروات، فيها مجموعة ديال الدواوير. هانتوما الإخوان كتشوفوا معنا ما شاء الله، منطقة جميلة جدا فيها الأرز في الجبال الفوق ما شاء الله تبارك الله. نمشيو نتقربوا عاود نصور لكم منطقة أخرى. هانتوما الاخوان جينا لهنا عاوتاني قربنا لكم المساحه او المسافه. هاد الدوار اللي قدامنا لتحت كيتسمى دوار إغزوتن، وهاد الدوار إغزوتن كتشوفوا لتحت كتشوفوا البنايات ديالهم، كاين بنيات تبارك الله زوين داكشي عندهم، راهين واحد الاستير مع الحيط كيحميهم من البرد، من لسعه ديال البرد. ها هما دايرين هانتوما الحقول ديالهم. هما الدوار اللي قدامكم هنايا هو كيبانو لي شي شويه مزيان، هذا كيتسمى عيد الحسن فوق، غادي هو عيد الحسن من فوق اللي قبل منو عيد الغازي. خلاص ليه كتبان الجامعه، شتي ها هي الجامعه، هي اللي حدا المدرسه حدا المقر ديالها، وهادي هي الطريق اللي كتدي البويبلان وكتدي لترزان، تلقي مع مزار مرموشة. هي هادي معنا المناظر الطبيعية، يعني راه الشتا الخرا والتلج اللي طايح عندهم هنايا هو اللي عكس على الطبيعة اللي كتشوفوا حاليا ما شاء الله. وهاد الواد هذا هو اللي كيطلع معنا التيمبيرات، كيهبط لهنا كيهبط عندنا التيمبيرات، كيرغي تهضروا لكم ولكن حاولوا تهضروا الجهد باش نوصل لكم الفكره. انتو الله يجزيكم بخير، واللي اول مره كيشوف معنا هذا الفيديو هذا ما تنساوش تابوناو القناه وتفعلوا الجرس فضلا وليس امرا. تحياتي لكم، نعاودوا نصور فوق اليوم ونصور لكم مناظر اخرى ان شاء الله. خليكم معنا، تفجر طبعا قرب كي كتشوفوا معنا ما شاء الله، منظر جميل جدا. و نعطيكم واحد التذكير بان هذه القبيله هذه راه قبيله الخير صراحه، الناس الكرام، يعني الكرام عندهم هنا كثير تبارك الله. انسان فاش كيجي عندهم راه ما كيتلقوش منه صراحه، الناس ديال الخير. شنو الناس ديال الخير؟ الناس ديال الخير والجود والكرم صراحة، من القليل يكلوك من الكثير يكلوك مو ما يتلقوكش صراحة، الناس لا يعمر بهم ما شاء الله، لا يعمر بهم. هانتوما الإخوان، دابا نجي ندير واحد الدورة إن شاء الله باش نشوفو السوق، نشوفو السوق الساعة
انتم الاخوان احنا طالعين هنا غادي نصوروا كنصوروا مناطق جميله جدا هنايا صراحه هادشي زين عندهم تبارك الله انتم الاخوان هذه دار عصريه هذه دار عصريه بقات خير في الديور اللي كاينين هنا هذه هي تفجيرت حنا دابا في ايت الغازي هاد البلاصه كيقولوا لها ايت الغازي هي هادي منطقة ايت الغازي فهمتي الدار ديال الشيخ ديال هاد المنطقة هادي ما شاء الله تبارك الله شي زين عندهم ما شاء الله ها انتم كل شي موجود هنايا الاخوان حنا كاع دخلنا في وسط الدواور وسط الدوار الداخل هذه الطاحونه ديال الزرع هي هذه الطاحونه ديال الزرع اخوان ها نتوما كتشوفوا معنا حنا هبطنا لتحت عاوتاني كتشوفوا المناظر الطبيعيه هي هذه ما شاء الله تبارك الله شيء جميل جدا منطقة باردة هاد الزرع دابا تبارك الله راه زوين حيت هاد البلاصة مازالها باردة فهمتي يا هادي الديور تقريبا مبنيين بالتابية والحجر والتراب يا تشوفو هانتوما الإخوان هذا الشجر ديال التفاح كيما قلتلكم التفاح معروفة بالتفاح تبارك الله وايد الحسن اللي كتشوفوا لهات وايد الحسن اخوان احنا رجعنا لكم هانتوما نديرو واحد درنا لكم واحد الجوله هنايا خفيفه في جماعه تفجرت اللي فيها ثلاثه ديال الدواور احنا دابا خارجين من ايت الغازي حنا غادي ندير لكم واحد الدوره غتشوفوا شوفوا السوق شوفوا مركز الجامعه السلام عليكم شوفوا تاف الجيرت هذه الطريق كتدي ل سميتو كتدي ل بويبلان تالزمت بويبلان تالزمت كتدي لمجزر مرموشة شي نهار ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الفيديو غنصور لكم فيه هاد الطريق كي دايره هانتوما يا اخوان شوفوا معنا هذه منطقه مرتفعه على سطح البحر تقريبا 1900 متر بين 1900 و 1700 متر تقريبا على سطح البحر ها حنايا كنشوفوا معنا هذا الفيديو اهداء للناس تفجرت اللي عندي في لاباج ديالي ولا عندي في القناه ديالي الناس ديال تفجرت اللي بعاد وتوحشوا البلاد ديالهم انا حاولت نقرب لكم البلاد ديالكم تشوفوها لاننا حنا جيران حنا من تيرميرات حنا جيران هانتوما تبارك الله الاشجار كي دايره تبارك الله ما شاء الله نصلو للسوق ونضربو دورة ونرجعو غدا عندهم السوق ان شاء الله اللي هو كيوافق يوم الاحد ها هو قدامنا كاين مركز جامعة تافجيرت تفجيرت
دايرين هنايا واحد المركب خريطة ديال السيركوي توريستيك، واحد المسار سياحي كتشوفوه هو هذا، مسار سياحي اللي فيه المسالك وفيه طرقات. السوق هو السوق، وهذا السوق ديال تفجيرت كتشوفوا معنا. ها الجماعة، هي هذه الجماعة، هي الجماعة تفجيرت. السلام عليكم. هذه مجموعة المدارس أنوال، هي ما شاء الله زوينة. إيوا سيدي، غادي نديرو واحد الدورة. هذا مركز تخزين الأعلاف، باش هنا كيفرقو داك العلف ديال الدعم اللي كتعطيهم وزارة الفلاحة، الدعم اللي كتعطيهم وزارة الفلاحة هنا كاين. حنا دابا شاكلين الطريق ديالنا، حنا راجع غاديين. جميل جدا، وكان نقولها وكان عاود نكررها على الناس الخير والكرم، كان نقولها ونعاودها صراحة، نعم الأشخاص. هانتوما ليكم معنا، تحية للناس تفجيرت والأبناء العمومة ديالهم فين ما كانوا، كنوجه لهم التحية، كنعطيكم الديديكاس. هانتوما الإخوان، اخوان حنا نختمنا هذا الفيديو ديالنا والجوله ديالنا بهذه العوينه هذه. كنظن الاغلبيه ديال الناس ديال تفجيرت راه عارفينها، ها هي هانتوما، هذه هي العين، غنشربوا منها ان شاء الله، نذوقوا هذا الماء. اخوان هانتوما دابا معنا ختمنا الزياره ديالنا، اجيو نشوفو الماء، غنغسلو وجهي، غنبرد يدي راه حيت هاد الماء زوين، بارك الله. ما بارد تبارك الله، طبيعي. هاد العين ما عمرها انضبات، ما عمرها نشفات هاد العين هادي. ملي كنعقل على راسي دابا عندي 47 سنة، ما عمري عقلت على هاد العين نشفات، تبارك الله ما شاء الله.